مين الاشخاص اللي نقدر نقول لهم اه تمام اتبرع بالدم؟ روح جو اهيد، انت الدم عندك ممكن انت تتبرع بيه. السؤال ده انا بحبه جدا، من الاسئله المفضله، علشان بحب اشجع الناس انها ما تخافش انها تتبرع بالدم. لو انا سني مناسب، السن المناسب للتبرع بالدم من 16 ل من اول من 16 18 لغايه 60 سنه. من 16 ل 18 ل 60 سنه. طيب، والوزن؟ لو انا وزني اكتر من 50 كيلو ممكن اتبرع عادي. لو الضغط، السكر، في اي امراض مزمنه بعاني منها، السكر والضغط ما بيمنعش ان انا اتبرع بالدم، الا لو انا، لان دي اسئله كتير بنتسالها. انا عندي ضغط، عندي سكر، لو انا ما باخدش انسولين ممكن اتبرع بالدم. الحاله الوحيده اللي مرضى السكر ما ينفعش يتبرعوا بالدم لو هو بياخد انسولين. الحاجات التانية اللي احنا بتتسأل للمتبرع ولازم ياخد باله ان هو يجاوبها ويركز فيها، بياخد اي ادوية ولا لا، وايه انواع الادوية، ولو اسبرين بياخد اسبرين يبقى لازم يوقفه قبليها ب 24 ساعة علشان هو نفسه ما ينزفش، وعلشان لما الدم ده يتنقل للمريض ما يدوروش. هي حاجات السيولة، الاسبرين بالذات. الاسبرين بالذات، وطبعا بقية الحاجات السيولة. تمام. في برضو التاريخ المرضي، يعني لو هو عن امراض مناعيه، او في بيتعالج من امراض مناعيه، او بياخد ادويه معينه، يمتنع خالص عن التبرع، لان برضو ده هيضر المتبرع نفسه وهيضر اللي رايح له الدم. تمام، بالظبط، او مشتقاته. فعشان كده لما بيروح يتبرع بالدم بيتسال اسئله كتير. صحيح بتبقى الناس بتفتكر انه يا ايه كل الاسئله دي، لكن دي لمصلحته ولمصلحه الشخص المريض اللي هيتنقل له الدم. كمان في سؤال دايما بتساله، انه قال هل انا هتضرر لما اتبرع بالدم؟ يعني انا خايف على نفسي. الحقيقه لا، ان انا بتبرع بالدم ده ما بيضرنيش خالص، ما بينقليش اي عدوى خالص، لانه الكيت اللي احنا بنستعملها للتبرع بالدم هي بتستعمل مره واحده وما ينفعش تستعمل مره ثانيه. تمام، بس حضرتك قلتي كذا مره للكمان اللي هيتبرع بالدم، اللي كمان اللي هياخد الدم. طبعا مش مفروض في معامل، او لما بيتسحب الدم بيروح معامل الاول قبل ما تتنقل لمريض تاني، بتتحلل وبتتاخد تفاصيل بقى اللي هنعرفها من حضرتك، ايه التفاصيل بقى، الاجراءات اللي هي بعد ما بتبرع انا بالدم بتروح المعامل؟ وحتى في ناس بتقلق، ليه بقى؟ يقول لهم سيبوا لنا رقم التليفون عشان لو في التحاليل حاجه برضه ننبهكم. بالظبط، الاسئله اللي احنا بنسالها دي، دي حاجه ما بقدرش احللها. يعني مثلا لما بسأل المتبرع انت رحت لدكتور السنان قبليها يعني قبليها بفتره قد ايه، هي ليها علاقه؟ لو راح لدكتور السنان يمتنع عن التبرع 3 شهور، لو عمل عمليه، لو حتى بالنسبه للبنات، وهي دي حاجه موضه دلوقتي، عملوا بيرسينج او عملوا تاتو او كده، بيمتنع 6 شهور عن التبرع. 6 شهور؟ طب ليه بقى يا دكتور؟ هقول لحضرتك. علشان كل الحاجات دي لو حضرتك ملاحظة فيها وخز يعني بالإبر. يعني منظمة الصحة العالمية بيخافوا انه، واحنا بنخاف انه اي وخز يكون اتنقل عن طريق الوخز ده، او عن طريق دكتور السنان، او طريق عملية اتعملت قبل كده للفيروسات اللي بتتنقل بالدم، اللي هي زي فيروس سي وبي والايدز، الفيروس اتش اي في اللي معروف بالايدز، وكمان الزهري. دي الحاجات اللي بتتنقل بالدم، واحنا بنخاف انه الفتره، وليه بنعمل فتره امتناع عن التبرع 6 شهور او 3 شهور من الحاجات دي؟ علشان نتاكد تماما انه لو لا قدر الله المتبرع ده كانت نقل له فيروس من الفيروسات دي، نقدر نكشفها بالتحاليل. لان الفتره دي، فتره الحضانه بتاعه الفيروس دي، مش بتبان في التحاليل.
ايوه ما بتبانش في وقت التحاليل اللي هي في خلال الست شهور ديت او الثلاث شهور بالظبط، لازم تقعد وقت اطول علشان تظهر في التحاليل بالظبط. فانا ابقى ضامنه تماما ان المتبرع بتاعي سليم. تمام. والتحاليل لوحدها مش كفايه، يعني نسبه كبيره من امان الدم وسلامه الدم تكون في التبرع، يعني انه اختار المتبرع المظبوط. فكون ان انا اختار المتبرع المظبوط ده هيشيل لي 30 او 40% من المخاطر بتاعه ان كيس الدم يطلع امن. طب دكتور في وقت التبرع بالدم بنلاقي حالات، ودي كمان بنشوفها ساعات في الجامعات لما بيبقى في تبرع بالدم، نلاقي مثلا بنات واولاد شباب تلاقيهم طول بعرض كده، تلاقي الولد دروخ وهيبتدي يغمى عليه ما يغماش عليه يعني، ونلاقي الدكتور بيبقى واخد راسه ومنزلها بين رجليه ومفخس براسه بارض تحت خالص، ليه؟ ويا ترى هو بينزل الدم بيرجعه للمخ تاني لما بيحصل نقص يعني سحب من الدم بيحصل كده؟ وساعات برضو واحنا بناخد نتبرع بالدم تلاقي الدم الدكتور يقول له ايه ده انت عندك الدم فيه لزوجه، هو في حاجه اسمها كده يعني فعلا الدم ممكن وهو بيتسحب يبان ان فيه لزوجه ولا سيوله ولا لا؟ الاول لما حد بيدوخ الاسباب انه حد بيدوخ وهو بيتبرع، ساعات كتير في بعض الناس عندها ان هي مجرد لما لو شافت دم ضغطها يوطى وتدوخ من منظر الدم، مش ان هو حصل له جسمانيا حاجه، بس هو منظر الدم. منظر الدم. وفي ناس بيقوم عليه يعني في ناس زي عندها بانك يعني ولا في ناس عندها ان هي ما تقدرش تستحمل منظر الدم، تمام، يعمل لها دوخه او تفقد الوعي او، فده من ضمن الاشخاص دي. ليه بقى احنا بنوطي المفروض انه كراسي تبرع الدم قابله ان هي تتقلب كده، يعني يبقى رجليه فوق وراسه تحت عشان الدم كله يروح للراس، فبالتالي يسترد الوعي بتاعه. اللزوجه بقى اللزوجة دي صعبة، يقول له دي صعبة شوية. طب امال دي ايه دكتور؟ دايما يقول له لا انت الدم بينزل عندك بصعوبة، حرك ايدك كتير. حرك ايدك ده غالبا ده بيبقى الوريد مش كبير كفاية، فالدم ماشي بالبطيء كفاية، لكن كون ان انا اقدر لزوجة الدم او السيولة او كده او السيولة دي لازم بتتحدد بالتحاليل. لكن ما ينفعش الدكتور حتى بتاع التحاليل يبقى فاهم يعني يقول الكلمة دي ده بالنظر يعني ما بتجيش بالنظر. طب ليه في وقت التبرع بالدم يا دكتور دايما يدوهم عصير وبيبقى لازم يبقى فيه سكر؟ لازم، علشان احنا بنفقد سوائل، فبنحاول نعوض جزء من السوائل وجزء من السكريات. وبينصح المتبرع ان هو هيشرب كوباية العصير دي وبقية اليوم يكمل يشرب مية زيادة، سوائل كتيرة، مية بتكفي يعني، مية زيادة علشان خاطر يعوض الدم، يعوض السوائل اللي اتفقدت. طب دكتور في ناس تيجي تقول يعني مثلا يروح الدكتور يلاقي نبضات قلبه سريعة دايخ، فالدكتور يقول له لا 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 انت لا احسن انت تبرع بالدم، دي علاقتها ايه؟ هقول لحضرتك الاعراض اللي حضرتك بتقولي عليها دي غالبا ولما الدكتور ينصح الشخص اللي عنده الاعراض دي ان هو يروح يتبرع بالدم، يبقى هيموجلوبينه زياده عن اللزوم وعدد كرات الدم الحمراء اكتر من الطبيعي. في ناس يعني ممكن تبقى كده يا دكتور؟ يعني المفروض المسموح بيه عند السيدات من 12 ل 16 وعند الرجال من 13 ل 18. لو الهيموجلوبين اكتر من 18 عند الرجال واكتر من 16 عند السيدات، يبقى معنى كده ان في مشكله، ده بيسبب اللزوجه شويه في الدم فعلا، ودوخه ونبضات القلب تكون سريعه، والحل بتاعها التبرع. ولكن دول لما بيتبرعوا الدم ده ما بيتنقلش للمرضى، ده بيترمي، ده اسلوب بيترمي؟ لان ده علاج، ده علاج للحاله دي اللي هو البوليثايسيميا، اللي هم الناس اللي عندهم كرات دم حمراء اكتر من الطبيعي وهيموجلوبين اكتر من الطبيعي. طب ده تاثيره ايه عليهم؟ يعني ده ممكن ياثر عليهم فعلا يعمل لهم دوخه، نبضات قلب سريعه، عدم اتزان، يحس ان هو مش متزن كده؟ لان كرات الدم الحمراء لما بتكتر في الدم هي نسبه وتناسب ما بين كرات الدم الحمراء والبلازما، طبعا لما بتكتر قوي
كون الدوران بتاعها بيبقى أبطأ، فالأكسجين اللي بيروح للمخ وللجسم بيبقى أقل، فبيبقى كل الدورة دي على بعضها واللود على القلب بيبقى أكتر. فعلشان كده من الأفضل إن الناس دي كل فترة تقيس الهيموجلوبين بتاعها، وحاجة في صورة الدم اسمها الهيموتوكريت بتطلع مع صورة الدم، وبناء عليها بيتنصحوا ان هم يتبرعوا، يحصل لهم ادماء. يعني مش هنقول يتبرعوا، نعمل لهم ادماء، يعني ناخد منهم ادماء بس الدم. مش تبرع، علشان هم ما بيقدروش ان هم يدوا الدم بتاعهم لاشخاص اخرين. بالظبط، الدم بيتعدم. بيتعدم. اه. طب عايزه ارجع للنقطه دي، معلش يا دكتور هطول فيها شويه عشان برضو عايزه افهم تفاصيل. الاشخاص ديت بيبقى ليهم نسب معينه كل فتره لازم يعمل كده كل قد ايه؟ يعني مين بيحددها بقى، الطبيب؟ واني طبيب، طبيب البطنه ولا طبيب القلب ولا طبيب ايه بالظبط؟ النسبه مبدئيا يعني الفتره اللي الاشخاص بتتبرع فيها طبيعي. الرجال ممكن يتبرعوا بالدم بكرات الدم الحمراء كل 3 شهور، والسيدات كل 4 شهور، ده الطبيعي. فاحنا بنقول للناس اللي هم بيعانوا من كثرة كرات الدم الحمراء وارتفاع في نسبة الهيموجلوبين ان انت تعمل تشيك كل 3 شهور ل4 شهور. لو النسبة عالية يعني بقدر معين اتبرع، لو مش عالية خلاص. طب هي دي ليها علاقة بأكل معين، بأسلوب حياة معينة، ولا هي تبقى طبيعة جسم وطبيعة يعني تكوين الهيموجلوبين عنده في الدم؟ في بعض الجينات لما بيحصل فيها بعض الخلل بتنتج عن فرط في انتاج الكرات الدم الحمراء. يعني دي دليل على مرض؟ دليل على مرض. ممكن يبقى ده مؤشر لمرض موجود في جسمه. بالظبط. تمام. وبالتالي ينصح هذا الشخص بشرب سوائل كتير جدا جدا، ده على طول. ويمتقي السجاير، لان السجاير كده كده لوحدها بتزود الهيموجلوبين وبتزود نسبه كرات الدم الحمراء. تمام كده، بتهيالي خلاص اتكلمنا عن تبرع بدم، ولا في حاجه ناقصه تانية ممكن نتكلم فيها؟ لا كده تمام. كده تمام. طيب نرجع بقى تاني دكتور العمليات، ومين الاشخاص اللي نقدر نقول لهم لا لازم يتنقل لكم دم؟ طبعا غير الحوادث، غير مثلا غير الاطفال اللي بيتولدوا بمشاكل معينه بيبقى عندهم نقص في الدم، بيبقى ساعتها دي بتبقى حالات استثنائيه بتبقى، لكن ايه تاني يا دكتور؟ ونتكلم برضه على الحاجات اللي احنا قلناها، وعن الحوادث وعن الاطفال. العمليات، بالنسبه للعمليات في ناس كتير، في عمليات كتيره ما بتحتاجش ان هي يكون معاها دم، الا اذا ان او تحضير دم للعيان، يعني الا اذا العيان ده او الشخص ده اللي هيعمل العمليه عنده خلل في امراض الدم. يعني مثلا عيان عنده انيميا، او واحده ست عندها هيموجلوبينها قليل قوي وهتولد، اوكي، مش الطبيعي ان مع الولاده ندي دم، لكن لو هي عندها خلل في الصفائح، عندها خلل في الهيموجلوبين، هيموجلوبينها واطي قوي، الدكتور لازم بيعمل حسابه انه يجهز اكياس دم علشان لو احتاجت المريضه تنقل دم. الحاجه الثانيه انه الفصائل النادره، اغلب الفصائل النادره يفضل انه علشان اي مفاجاه في العمليه، نزف بزياده، حاجه حصلت ايا كان، كون ان انا انقذ حياته ده حاجه مهمه جدا ان انا ادور على دم. فلو فصلته نادره يبقى يفضل انه يبقى في كيس او كيسين احتياطي للفصائل النادره، عشان لا قدر الله حصل اي مفاجاه ابقى انا مستعده ما ادخش على الكيس او الفصيله المناسبه. دكتور ايه الفصائل اللي بتبقى نادره او ممكن بنلاقيها بنسب قليله قوي؟ الاو نيجاتيف، الاي بي نيجاتيف، دي من الفصائل النادره. البي نيجاتيف برضو دي الفصائل النادره اللي مش بنلاقيها، نسبتها قليله في البوبيليشن، في المجتمع عامه يعني. بس في مجتمعات تانية ممكن تبقى موجودة؟ لا ولا لا، في مجتمعات عامة. دي بتبقى من الفصائل النادرة جدا. النادرة. فلازم ابقى محضراها احتياطي لاني مش هعرف الاقيها. بالظبط.
الحاجة التانية، في قانون كده في نقل الدم، انه يستحسن ما ننقلش دم. يعني لو انا مش ينفع ان انا ما انقلش دم للمريض أحسن. افضل يفضل ان احنا ما ننقلش، يعني نشتغل على الفكرة دي. يعني فكرة انه مثلا الجراح يعمل العملية وبعد كده يلاقي الهيموجلوبين بتاع العيان 9 10، فيقوم يديله كيس دم عشان يورط كده ويخرج مبسوط. ده مش صح خالص. ده مش صح. ليه بقى يا دكتور؟ يعني يا ترى في ناس ممكن تبقى عندها مشكله في نقل الدم؟ يعني في بعض الاجسام ممكن يحصل لها حساسيه، يحصل لها تغيير او لخبطه، في امراض معينه ما بتبقاش واضحه، ومع نقل الدم بتظهر بقى امراض تانية وبتظهر مشاكل تانية، ولا ايه بالظبط؟ المشاكل اللي بتحصل في خلال عمليات نقل الدم للمرضى دايما بتيجي لو احنا ما اتبعناش يعني 90% منها، لو احنا ما اتبعناش التعليمات اللي المفروض نعملها. يعني اختيار المتبرع المظبوط، وانا بركز جدا على اختيار المتبرع وعمل الفحوصات المظبوطه لكيس الدم والتوافق. فلو انا عامله كل ده، المفروض انه انا شلت 90 ل 95% من نسبه ان يحصل اي مشكله للمريض لو اتنقل له الدم. بقيه المشاكل مش في ايدينا، يعني بقيت انه حصل رياكشن للدم ده ما بعد ما استوفيت كل الشروط دي، بتبقى خارجه عن ارادتنا يعني. بس في اجسام يا دكتور، طبيعه اجسام ما بتتقبلش دم حد تاني، ولا دي ملهاش علاقه؟ لا مفيش حاجه اسمها كده. هو في انه مثلا الستات اللي هم ولدوا كذا مره، باجسامهم بتعمل مثلا اجسام مضاده لبعض الفصائل الاخرى اللي احنا ما بنعرفهاش غير لما ندي كيس الدم. فلازم التوافق يكون مش التوافق العادي اللي بنعمله في الروتين. يعني في حالات لازم نعمل لها توافق اعمق وادق علشان نقدر نوصل ل الكيس المظبوط اللي ما يضرش العيان. دي في عمليات معينه ولا ملهاش علاقه بالعمليه؟ لا ملهاش علاقه بالعمليه، ليها علاقه بالمريض نفسه. بالمريض نفسه وفصيله دمه، وفصيله دمه تبقى متشخصه مظبوط ومعمول لها توافق مظبوط وكده. يعني احنا بنسمع او دوت شخص كريم بيدي كل الفئات، يا ترى برضو حتى الفئات اللي احنا قلنا عنها اللي هي حاجه بلس وحاجه زي كده اللي هي الفصائل النادره دي، ممكن او يديها ولا لا؟ في بلس يعني في حالات اذا كان البلس اللي هو الار اتش بوزيتيف او ار اتش نيجاتيف، يستحسن ان الار اتش بوزيتيف ياخد ار اتش بوزيتيف والار اتش نيجاتيف ياخد ار اتش نيجاتيف. لكن الاو بيدي في الايمرجنسي طبعا، في الطوارئ في حادثه، في كده ما عندناش وقت ان احنا نعمل توافق، ما عندناش وقت ان احنا نعرف حتى فصيله المريض. في بعض الاحيان بتبقى انقاذ لحياته ان انا اديله دم، فاللي احنا بنسميه يونيفرسال دونر ده او متبرع للجميع اللي هو فصيله الاو. متبرع للجميع اللي هو فصيله الاو، يعني ده بيبقى حد بيقول الكريم. ايوه دي فعلا، يعني حتى لما بتيجي تعمل تحاليل ولا اي حاجه ويلاقي ان انت يقول لك يا عم انت بني ادم كريم، انت هتدي لكل الناس يعني. فدي حاجات احنا بنسمعها درجه كثيره جدا. طيب دي احنا اتكلمنا عن الفصيله يا دكتور، بس في زي ما احنا كنا بنقول، زي ما حضرتك ذكرتي في اخر حاجه، الحوادث لازم مضطرين ان احنا ننقل دم. تبقى ساعتها بقى يا دكتور بتعرفوا احنا جاي لنا حادثه وجاي لنا شخص مصاب في حادثه، ايه الاجراءات اللي بتتم سريعا عشان خاطر نعوض؟ حتى دايما يقول لك ده فقد دم كتير، ويا ترى فقدانه للدم ده بيبان مجرد للون المريض او بتتعرف ازاي يعني؟ الاول طبعا من ضمن الحاجات المهمه بنقيس ضغط العيان وبنشوف النبض بتاع العيان، والدكتور بتاع اللي واقف في الطوارئ لازم يحدد اذا كان العيان ده عنده حاجه وريد او شريان او كده مقطوع بيخر اصلا.
ايوه علشان هيفضل يجيله يعني دم من هنا وهو يخر من الدم التاني. وازاي حتى لو داخليا مش واضح بالظبط، وازاي هنتصرف يعني، ازاي هناخد الاجراء ده على بال بيتنقل له، على بال بقى ما نعمل كل الحاجات دي بنبتدي ننقل دم، كرات دم حمراء وبلازما وصفايح. طب ازاي تعرف فصلته يعني؟ ازاي اهو ده شخص جاي من حادثه علشان ودخل الطوارئ؟ لو انا مع يعني مش هلحق ان انا اعمل له الفصيله بديله او، ويفضل او نيجاتيف. لكن لو انا ما عنديش غير او بوزيتيف هديه له في الحد يعني وقت الحادثه، وقت الحادثه طبعا. لان ده بنقذ حياه، بننقذ حياته لايف سيفنج. ف هبتدي اديله واحد لواحد لواحد، يعني كيس كرات دم حمراء، كيس بلازما، وكيس صفايح. لو هو بينزف جامد قوي قوي هدي كيسين وكيس وكيس، كيسين كرات دم حمراء وكيس صفايح وكيس بلازما. دي قواعد اساسيه بنقولها للاطباء يعني اللي هم عند الطوارئ. بالظبط. وحاليا بيتحط زي جايد لاينز، زي خطوط حمراء كده، خطوط لا خطوط يمشي عليها الدكاتره في الطوارئ ليه؟ علشان التعامل مع الحالات النزيف الجامد جدا في الحوادث وغيره. يعني بحيث ان هو هيبص على الجايد لاينز. الدوله باذله مجهود جامد جدا على فكره في الموضوع ده، ان هي تعمل توحيد الجايد لاينز اللي بيمشوا عليها الاطباء، يعني مش كل واحد هيشتغل بدماغه يعني، وهيبقى سهل ان هو يوصل لها كمان، انه يفتح على النت يوصل للجايد لاينز بتاعت، او تبقى عنده يوصل للجايد لاينز المظبوطه، يعمل ايه ويدي اكياس دم قد ايه ويتصرف في الحاله دي ازاي. في بعض امراض زي دكتور التعوج ده، يعني نقدر نقول ان في بعض اشخاص لما بيتنقل لهم دم بيحصل لهم مشكله في جسمهم اصلا؟ يعني معلش وضحي السؤال اكتر. يعني يا دكتور في اشخاص نقدر نقول ان هم مثلا لما بيتنقل لهم دم يقول لك لا انا لما اتنقل لي دم انا حاسس ان جسمي مش مظبوط، انا حاسس ان عندي مشكله، انا مش بنفس الطاقه والباور اللي كنت فيها قبل كده، انا حاسس ان لا الدم اللي اتنقل لي مش دم مديني نفس طاقتي او حيويتي. لا هو الصراحه ده غالبا بيبقى وهم او خوف، من كتر الخوف من نقل الدم، من كتر الخوف من نقل الدم بعد ما يتنقل له الدم يبقى احساس وهمي. لكن في العاده احساس، مش وهمي، مش بيحصل له حاجه بالفعل. ده فعلا ساعات كتير يبقى حد، وخصوصا في حالات الانيميا الجامده قوي، أيوة. بيبقى العيان مرهق وتعبان هزيل كده، وقوته يعني مش قادر يبذل مجهود، ولما يبذل مجهود يتعب بسرعه ونبضات القلب تزيد. اول ما بياخد الدم بيحس ان هو يعني فل يعني كل ده راح. في ناس لما بتيجي تعمل تحاليل يقولوا لهم لا ده انتوا عندكم الهيموجلوبين قليل في جسمكم، انتوا لا لازم تقووا مناعتكم، ولازم ان انتوا تشتغلوا على موضوع التغذيه. واحنا موضوع التغذيه ده بيبقى حاجه مهمه جدا، بسبب ان احنا اساسا الخضار والفاكهه قلوا جدا في حياتنا. فعلا ممكن يا دكتور تاثير الخضار والفاكهه للاشخاص مثلا بتاكل وجبات سريعه كتير، ما بتهتمش بالخضار والفاكهه، عايشه حياتها كده، وبالذات الاطفال والناس الكبيره؟ يعني احنا عارفين ان الدوله دلوقتي دي من اولوياتها موضوع الدم، وبالذات ان هم يعملوا تحاليل ويشوفوا موضوع الانيميا. 100 مليون صحه بصراحه عامله دور رائع في الموضوع ده، وبالذات في المدارس وعند الاطفال والكلام ده كله، عشان لقوا نسب الانيميا عاليه. تاثير الانيميا دي يا دكتور والهيموجلوبين، هي الانيميا هي ليها علاقه بالهيموجلوبين الدم ولا لا؟ تعريف الانيميا هو نقص الهيموجلوبين في الدم. لكن لما نكتشف ان الهيموجلوبين قليل، مش كفايه ان احنا مش اول حاجه نعملها ان احنا بس ناكل الخضار والفاكهه. الاول لازم نعرف ايه سبب الانيميا دي، لان في انواع انيميات كتيره بتديني نقص هيموجلوبين. فانا لازم اعرف الانيميا دي هل هي انيميا وراثيه، ولا انيميا نتيجه نقص الحديد، ولا ايه نوع الانيميا؟ مش انيميا وخلاص، مش انيميا وخلاص، هي في انواع انيميا كتير. في انواع انيميا كتير، انيميا البحر المتوسط بالظبط، الانيميا المنجليه، انيميا نقص الحديد، كل الحاجات دي
انيميا الفول. احنا بنتكلم عن كل واحده على حده، بس احنا بنتكلم بشكل عام دلوقتي. فانا اشخص الاول، اعمل التحاليل اللي تشخص لي ده نوع الانيميا ايه، عشان ابتدي اعرف علاجه ايه. لو هو نتيجه نقص الحديد نبتدي بقى فعلا ناخد بالنا، وده عامه لكل حاجه، ان انا ابتدي لكل حاجه في صحه الشخص ان هو يهتم بسلوك الاكل بتاعه، يعني توضيب الاكل بتاعه، انه لازم على خلال النهار يكون في خضار فاكهه والخضروات الخضراء، وكل ما نغمق في اللون الاخضر كل ما يكون افضل. يعني كل ما نغمق في اللون الاخضر يعني الجرجير، الفلفل الرومي الاخضر، يعني كل ما من نختار اللون الاخضر الغامق نعرف انه ده في حديد اكتر وصحي اكتر. طب دكتور، في ناس تيجي تقول لك بيبقى عندها الهيموجلوبين قليل، فيقولوا لهم خدوا عسل اسود الصبح الريق، خدوا جرجير، خدوا بقدونس، خدوا كبده، ويفضل ما تسووش الكبده قوي، يعني تبقى مش ويل دان، يعني تبقى ميديوم كده تبقى حلوه. المعلومات دي كلها ايه؟ ويا ترى بقى موضوع الكبده ده ايه اخباره؟ المعلومات كلها صحيحه اللي حضرتك قلتيها. ان احنا ناكل الجرجير غني، والسبانخ، وكل ما هو اخضر غني، زي ما بقول لحضرتك كل ده غني بالحديد. الكبده احنا يعني الكبده غنيه جدا بالحديد، وينصح طبعا ان هي في حالات نقص الحديد تتاخد. ولكن احنا بنحاول نبعد عن الكبده النيه وكده، بنخاف علشان بتنقل بعض الامراض الاخرى لو هي مش مستويه كويس. طبعا اكيد. لكن كده كده هي اوريدي غنيه بالحديد، فينصح باكلها لو احنا عندنا نقص حديد. تمام. يعني الخضار والفاكهه لو اكلناه ممكن يعوض عن موضوع الانيميا، ولا لازم لو في بنسبه عاليه لازم فيتامينز وحاجات معينه؟ على حسب نسبة الحديد ناقص قد ايه. عشان كده كنت بقول لحضرتك ان انا لازم اعمل الفحوصات اللي انا اشخص بيها الانيميا، لانه مثلا في انيميا البحر الابيض المتوسط نسبة الحديد عالية، فلا ينصح ان انا اكل حديد ولا اخد ادوية حديد اصلا. فانيميا البحر المتوسط مفروض ما ياخدش اكل فيه حديد. بالظبط. لان الحديد عنده عالي اصلا. يعني نسبته عاليه. بس ليه في الشتاء يا دكتور انيميا البحر المتوسط او في دخول الفصول او تغيير الفصول بنلاقيهم الاشخاص دول بيتعبوا اكتر؟ لا، هي ملهاش علاقه قوي بالجو. لان هم الانيميا البحر الابيض المتوسط بيحتاجوا نقل دم متواصل. هو الحل بتاعه انه ياخد دم. فلغايه ما يعني بيفضل ياخد دم لغايه ما دلوقتي حاليا بقى في طريقه علاج يعني البحر المتوسط خالص، اللي هو زرع النخاع. زرع النخاع بيعوض عن الجين الناقص الموجود ده اللي بيخلي الهيموجلوبين يطلع مش مظبوط، وبالتالي بيتكسر بسرعه، وعمر الخلايا كرات الدم الحمراء بتبقى اقل، فبيحتاج دم اكتر. فطبعا بعد زرع النخاع الزرع نقل الدم تقريبا بيختفي. يبقى احنا اتكلمنا كده عن انيميا البحر المتوسط، واتكلمنا عن انيميا نقص الحديد، وبالذات ان احنا قلنا الخضار والفاكهه دول اكتر غذاء يفيد اكتر كمان من اللي هي الفيتامينز اللي بتتاخد. بالنسبة للأطفال يا دكتور، الحديث الولادة برضو موضوع نقص الحديد دوت عندهم بيبقى ساعات فيه ليه عامل وراثي، برضو بيبقى موضوع التغذية بيبقى بيفيدهم جدا في النقطة دي وما يسبب لهمش أمراض تانية، ولا دول لازم يتنقل لهم دم بقى؟ أغلب الأنيميا الوراثية بتتشخص في حديث الولادة. أي تكسير في الدم بيتشخص ومن شهر لست شهور. لكن حديث الولادة ممكن يتولدوا عندهم أنيميا وعندهم صفرة جامدة جدا، ده بسبب تكسير في الدم علشان اختلاف فصيلة الأم والطفل.
ده شيء طبيعي يعني. احنا بنسمع عن الار اتش وانه بياخدوا حقنه الار اتش للسيدات اللي هم ار اتش نيجاتيف. لما السيده تبقى ار اتش نيجاتيف والاب يبقى ار اتش بوزيتيف، فاحتماليه ان الطفل يطلع ار اتش بوزيتيف، ساعتها بندي الحقنه دي بعد ما السيده تولد على طول، علشان ما بعد كده ما تعملش اجسام مضاده تكسر دم الطفل اللي جاي بعده. طب نتكلم بقى عن مخاطر العمليه يا دكتور، والنقل دم بالذات اكيد يعني زي ما هو زي حضرتك قلتي زي انيميا البحر المتوسط لازم يتنقل لهم دم، في احتياطات لازم بياخدوها. طب ايه هي بقى الاحتياطات ديت؟ وبرضو عايزين نتكلم على مخاطرها. اللي هو محتاج ياخد نقل دم باستمرار، بيتعمل له فحوصات اكتر كتير جدا من اللي بيتنقل له مره في عمليه، لانه كل مره التوافق بتاعه بيبقى اصعب من المرات اللي قبلها. ليه بقى؟ هو كل مره بتبقى مختلفه يعني يا دكتور؟ لانه في انواع فصائل كتيره غير الاي والبي المشهورين، اي وبي واو واي بي. ايه بالظبط؟ فكل ما نعمل الفصائل دي للشخص اللي هياخد نقل دم اكتر من مره عشان ما يعملش اجسام مضاده للاكياس اللي بعد كده. فبيستحسن ان هو من الاول خالص من قبل ما يبتدي ياخد يتعمل له بروفايل كامل للفصيله بتاعته، وياخد دايما الفصائل المطابقه بالظبط ليه. ده الاحسن له. ده الاحسن له. الانيميا البحر المتوسط اللي بتنقل لهم دم، او مش بس الانيميا، كل الانيميا بتحتاج نقل دم متكرر. في ناس تيجي تقول لك انا في الولاده بتاعتي دكتور اتفاجئ وقال ايه ده، دي كانت لازم يتنقل لها دم وكان الافضل انه يتنقل لها دم. ده مخاطره ايه يا دكتور على الشخص نفسه؟ ليه تاثير ممكن فعلا شخص يفقد حياته بسبب ان هو ما اتنقلوش دم في وقت العمليه، بسبب وقت الولاده ما اتنقلتلهاش دم، ولا لا؟ لا، هو الخطر الحقيقي انه ابقى يبقى حد مثلا محتاج سيده بتنزف وما بتاخدش دم، وده ما بيحصلش طبعا، لانه اول ما السيده بتنزف في العمليه مثلا لا قدر الله او كده، بنعوض ده على طول سواء بدم او بلازما او صفايح او يعني في يعني بسرعه جدا، علشان ما نوصلش لمرحله ان احنا ان هي تفقد حياتها. تفقد يعني حياتها. فهو لا، مجرد ان السيده بتنزف في وقت الحمل لازم يتنقل لها دم في وقت العمليه. وقت العمليه. ما هي بتبقى في وقت عمليه الولاده. الولاده يعني. فلازم ساعتها انها اسمه ايه ده يتنقل لها دم، ده اسرع وقت. بالظبط. زي ما حضرتك قلتي شروط نقل الدم انه ممكن يبقى متوافق اساسا، يبقى حد من القرايب، ولا ايه بقى التوافق؟ يعني لازم بقى السيده دي لو فعلا الدكتور حصل يعني خلاص ما كانش متوقع وتفاجئ، مين اللي اقرب ان هو ينقل لها؟ والنصايح اللي تقدميها للمشاهدين، يعني مثلا ست اهي في وقت الولاده حصل لها النزيف ده، مين اللي اقرب لها؟ لا، هو احنا بنفضل ان احنا ننقل مش من القرايب لو احنا مش مزنوقين يعني. لو هي كده كده اغلب المستشفيات حاليا بقى مجهزه فيها بنوك دم ومجهزه وكده، ان احنا ننقل الفصيله المتوافقه مع ده الاهم. طبعا. يعني ملهاش علاقه بالقراب. ملهاش علاقه بالقرابه؟ لا، ان انا الافضل ان انا انقل كيس دم امن يكون معمول له كل الاختبارات اللازمه، ومعمول التوافق، ومعمول اجسام مضاده ليها، ان هي عندها اجسام مضاده للكيس ده اللي هيتنقل لها ولا لا، اذا كان في وقت. اذا ما كانش في وقت زي ما احنا قلنا في البدايه هناخد الاو. بالظبط. طب دكتور عايزه ارجع لنقطه مهمه، وساعات دي بتحصل، الدكتور الشاطر الجراح مثلا عارف ان هو داخل عمليه كبيره، قلب مفتوح مثلا، داخل عمليه فيها ست اوفرلود جامد جدا ووزنها زياده، مش هينفع بمنظره، وبالذات لو عمليه دقيقه وكبيره، ف
فلازم بيعمل فتح، الكلام ده كله بياخد احتياطات. فدايما تلاقيه بيقول لا احنا قبل ما نخش نقدم على العمليه لازم بيبقى كده في قواعد، يبقى في حد متوفر الدم والدم يبقى موجود عندي ويبقى موجود اساسا في اثناء العمليه والكلام ده كله، اخد الاحتياطات. بس ساعات تلاقيه بيقول لا احنا عايزين مثلا بنتها ابنها، الكلام ده حضرتك غير يعني استغربت ان انت تقولي لا مش الاقارب. ليه مش لا. الاقارب وليه برضو ممكن طبيب يقول كده؟ ليه الاقارب؟ ليه ده وليه مش ده؟ احنا بنرجع للاقارب في الزرع، يعني الزرع في زرع الكلى، زرع الكبد، حاجات كده الاقارب، وعلى حسب توافقهم برضو توافق الانسجه مع المريض. لكن في نقل الدم لا، احنا نقل الدم زي ما قلت لحضرتك انا اولويتي ان انا اخد كيس امن، الكيس امن اللي انا محلله له الفيروسات، محلله له النسب اللي فيه كويس قوي، ويعني وجاهز للي هو انه يتبرع. مش دايما يقولك مش ده الاب، فحاجات الوراثيه قريبه من بعض والخلايا قريبه من بعض فده الاقرب، الاب او الام او الاخوات، ولا لا دي ملهاش علاقه؟ لو احنا نفس الفصيله ممكن، يعني ممكن الاخوات ما يكونوش نفس الفصيله. ده بيبقوا توأم مش نفس الفصيله ساعات. فبتختلف، هي مش ليها علاقه بال ياخد فصيلته وياخد كيس امن معمول له كل الاختبارات والفحوصات المظبوطه، ده البست سيناريو، ده احسن سيناريو. بيتاخد قد ايه وقت في نقل الدم؟ يعني بتاخد توقيت معين ولا حسب ما هو هياخد كام كيس؟ زي ما حضرتك قلت لنا في البدايه خالص في ناس بتاخد كيس واثنين وثلاثه، وفي ناس بتاخد كيسين وواحد واحد، ولا ايه بالظبط؟ على حسب الـ يعني لو انا بنقل دم عادي خالص بياخد من ساعه لاربع ساعات. من ساعه لاربع ساعات؟ لا علشان ما يبقاش في لود على القلب، لكن لو عيان بينزف ده له بروتوكول تاني خالص، يعني ممكن ندي في خلال الثلاث اربع ساعات دول ثلاث اكياس مثلا، يعني حسب لو هو بينزف. لو هو بينزف. فدي ساعتها بتلحقوه. بالظبط. طب دكتور في امراض مثلا معينه زي ما انت بتقولي اللي عنده مشكله في القلب، يعني في امراض مثلا لما بنيجي المريض مثلا بيبقى عنده مشكله مثلا في القلب، في الكلى، في الكبد، مش عارفه ايه، بتعوق عمليه النقل او بتبقوا كير قوي وانتوا بتنقلوا له ولا لا؟ مثلا في عمليات الزرع لو عيان زرع كبد او زرع كلى او كده، فهو بياخد دم في العاده بيفضل ان هو يكون متفلتر ومشع، يعني دي الحاجات اللي بنحرص عليها في بعض الحالات، ده مش كل الحالات. لا خالص، اللي هي فيها اللوكيميا ولا ملهاش علاقه بقى؟ اللوكيميا دي حاجه تانية خالص. اللوكيميا كمان بنديهم مشع ومفلتر. مشع ومفلتر علشان هم بيبقى بياخدوا ادويه هم ومثبطات مناعه، مثبطات مناعه، فعشان كده هو بتبقى نقل الدم بتاعهم بتبقى له شروط معينه ومختلف. مختلف، بيبقى مضاف له حاجات تانية، معمول على كيس الدم اشعاع تشعيع ومعمول فلتره علشان اشيل كل كرات الدم البيضاء من الكيس. طب معانا اتصال من استاذه نجلاء. الو استاذه نجلاء، او اتصل لينا النهارده. الو الو استاذه نجلاء، انت سامعانا؟ هو الخط قطع ولا ايه؟ الو. طب شكل الخط فيه مشكله. نرجع تاني يا دكتور للسؤال اللي هو لو فعلا زي ما حضرتك بتقولي في شروط مثلا للاشخاص اللي عندهم كانسر، عندهم امراض مناعيه معينه، في امراض تانية يا دكتور بيبقى نقل دم فيها غير اللوكيميا وغير امراض اللي بيبقى مثلا سرطان في الكبد او سرطان في الكلى او كده، بيبقى لها شروط معينه؟ في امراض مناعيه معينه زي الذئبه الحمراء، زي امراض معينه كده بيبقى لو في نقل دم بيبقى في شروط او قواعد لازم نتبعها قبل نقل الدم؟ ساعات كتير في اللي هم عاملهم ذئبه حمراء بيبقى عندهم اجسام مضاده لكرات الدم الحمراء عامه، فتيجي تعملي توافق للكيس ما تلاقيش ولا كيس، برغم ان هي نفس الفصيله ما فيش ولا كيس متوافق. ده بقى بيحتاج شغل لوحده بطريقه معينه،
وده بقى موجود حاليا في المعامل في بنوك الدم، لا في بنوك الدم الجمعيه وبنوك الدم القومي. عندهم معامل متخصصه اسمها رات سلاب، دي معامل مرجعيه للشغل على الحالات دي، ان انا كل ما اجي اعمل توافق مع كيس الاقيه مش متوافق. ليه؟ لانه المريض عنده ذئبه حمراء او اي عنده مرض مناعي، عامل اجسام مضاده ضد كرات الدم الحمراء عامه. فلازم عشان اعرف الفصيله بتاعته ولازم اختار له الكيس المناسب، بيحتاج شغل، بيحتاج شغل وبيحتاج وقت كمان وتجارب كيس كتير يعني قوي. ولا تجارب في التحاليل نفسها؟ في التحاليل نفسها بيحتاج طرق معينه علشان اختار الكيس المناسب للشخص ده ياخده وما يضروش. وبيختلف برضه يا دكتور زي امراض تانية ان هو كل فتره لازم يتعمل التحاليل تاني واختبار تاني ولا لا؟ الاشخاص اللي عندها امراض مناعيه بالذات زي الذئبه الحمراء زي ما ذكرنا كده كده لازم اعمل التوافق قبل اي كيس، يعني قبل اي تبرع. يعني التوافق ده اللي هو البلازما يا دكتور بقى ولا لا؟ البلازما التوافق ده ان انا اختبر ان كيس الشخص اللي الشخص هياخده متوافق مع دمه، يعني مش هيكسر دمه. طب ايه هي بقى البلازما يا دكتور؟ يعني احنا دلوقتي بنسمع البلازما حتى في التجميل وفي ان هو لنضاره البشره، والبلازما كمان في الشعر وفي الضوافر والكلام ده كله، ونسمع ان دم المريض ممكن ان هو يتاخد ويتسحب ويتعمل له حاجات معينه ويضاف عليه مواد معينه فيها فيتامينز يعني تفيد وترجع تاني تتحقن. هي دي البلازما اللي احنا بنسمع عنها؟ الدم عندنا في دمنا في كرات دم حمراء وفي بلازما. البلازما دي بقى غنيه جدا جدا، فيها فاكتورز كتيره وفيها عوامل كتير بتساعد على النمو وتساعد على، عشان كده بتستعمل للبشره والشعر لكن هي فيها حاجات تانية علشان كده مشروع فصل البلازما ومشتقاتها، لا اللي هو الفصل البلازما نفسها والتبرع بالبلازما، ان المريض ان المتبرع يجي يتبرع بالبلازما بس، يعني يقعد على جهاز ياخده منه البلازما بس. طب ايه فايده ده؟ ودي كانوا بيعملوها في كورونا يا دكتور وما كناش برضو قادرين نفهمها قوي. ساعات يقولوا له لا الشخص اللي اصاب بكورونا ان هو بيجي بيفصلوا منه البلازما عشان بيبقى فيه اجسام مناعيه اتعملت، وبيحقنوها بقى الاشخاص اللي عندهم مشكله رهيبه جدا. يا ترى احنا ما كناش فاهمين الحته دي بصراحه قوي. هو استعمالات البلازما حاليا في كل يوم عندنا في حياتنا دلوقتي بقت اكتر من موضوع الكوفيد، لان بالظبط الحقيقه استخدام البلازما كانت طريقه من الطرق لمحاوله العلاج في اول تشخيص وهو جديد، وما اثبتتش نجاحتها قوي، يعني ما نجحتش قوي عالميا، يعني مش بس مش في مصر بس. طب دكتور معلش انا اسفه جدا ان هقطع حضرتك، بس استاذه نجلاء رجعت لنا فقبل ما خطي يقطع تاني. الو يا استاذه نجلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. بعد اذن حضرتك ممكن اعمل طبعا اتفضلي. الدكتور سماك، الدكتور ريم، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا عمري 42 سنه، يعني لسه صغيره يا ريم. انا عمري 42 سنه ووزني 90 كيلو، والانيميا عندي 10.2. هل ينفع ان انا اتصور بالدم ولا كده؟ يبقى انا كده يعني يعتبر عندي انيميا حاده ما ينفعش اصلا. ما دام هيموجلوبينك يا استاذه نجلاء اقل من 12 يبقى ما ينفعش. انا 10.2. لا نستنى كده لان ناكل كويس، ولو عند حضرتك نقص الحديد ناخد شويه حديد وكده، ويستحسن طبعا ان انت تتابعي مع دكتور في الانيميا دي لغايه ما تتصلح علشانك انت، واول ما توصل 12 ونص يبقى كده انت ينفع تتبرعي بالدم. كده يعني عندها انيميا؟ عندها انيميا. انا كده في انيميا دكتوره؟ كده انيميا. انيميا حاده يعني ولا ممكن عادي الاكل بتاعه يعني نفضل ان احنا نقيس نسبه الحديد عند حضرتك والهرمونات اللي بتقيس الحديد، يعني في زي ليست التحاليل كده علشان نشخص الانيميا اللي عند حضرتك سببها ايه. نقص حديد يبقى نبتدي ناخد حديد وفيتامينات فيها تزود نسبة الحديد عند حضرتك في الدم.
تمام، ده ما ينفعش الدكتور يعوضه بالاكل ذلك، ما ينفعش تعوضه بالاكل بس ولا حسب ما يعني بدل الفيتامينز كده ينفع بالاكل بس؟ ينفع بعد ما نعمل نسبه الحديد، لان لو ينفع بعد ما نعمل نسبه الحديد. عندك اي سؤال تاني يا استاذه نجلاء؟ لا ربنا يحفظك. شكرا. وما لهاش علاقه بالوزن على فكره، يعني لا. في ناس بتبقى تخين جدا. صح يا دكتور، انا مش عايزه يعني انا اقول المعلومه دي حضرتك اللي تضيفها لنا، علشان هي ذكرت الوزن 90 كيلو، هي ليها علاقه يا دكتور بالزياده في الوزن او ان حد شخص مليان ان هو عنده بقى فيتامينز كتيره ولا مالهاش علاقه؟ لا لا خالص. ده الوزن ملهوش علاقه خالص بالانيميا، يعني ملهاش علاقه برضو بالناس الرفيعين جدا، ساعات بيبقى اجسامهم كويسه جدا احسن من حد. هي بتعتمد على نوع الاكل اللي بناخده. احنا الفترة الجاية استاذة نجلاء لو هي لسه سمعانا تركز على الاكل الصحي والخضروات اكتر والاكل وكمان الخضار الغني بالحديد، لكن يفضل ان احنا نعرف الاول ايه سبب الانيميا، ايه سبب الانيميا وايه نسبة الحديد. يعني ممكن تبقى العشرة دي نسبة الهيموجلوبين العشرة ده نسبة الحديد قليلة قوي، فتحتاج لازم تاخد حديد. وممكن تبقى نسبة الحديد معقولة، مجرد ان هي تاخد بالها من انواع اللي هي بتاكلها تتحسن وتوصل للهيموجلوبين المطلوب. يعني دكتور هي ليها اعراض معينة؟ يعني الناس تيجي تقول لك اللي عندها انيميا بالزيت ونقص حديد جامد تقول لك بيحس بدوخة، لون بشرته ما فيهوش دموية، تحسيه مصفر مدي على اللون ومبيض كده، الشفايف بتبقى بيضه ما فيش دمويه، دي ليها علاقه ولا لا؟ يعني ساعات طبعاً المريض كده يخش الدكتور يقول له لا انت دلوقتي حالا تطلع من عندي تروح تعملي لي هيموجلوبين في الدم وتعملي صوره دم وتحاليل دم، ممكن تبان على وجه يعني وش المريض نفسه ان هو مجرد ان هو داخل الطبيب، الطبيب بيشوفه يكتشف عنده مشاكل ايه؟ طبعا. هي بتبان في طبعا الشحوب ده ممكن يبقى بسبب انيميا او بسبب حاجات تانية اللون، بس داخل الشفايف هنا اللثة بتبقى لونها فاتح، التكاترة مدربين ان هم يعرفوا اللون المظبوط انه الشخص يبقى مظبوط، فلما يلاقيه فاتح يعرفوا يشك ان هو عنده انيميا. من ضمن الحاجات خصوصا عند الاطفال مثلا الام تاخد بالها الولد بينهج بيدوخ تركيزه قليل، حتى بعض تغيير السلوك بيبقى ناتج عن الانيميا. فاول حاجه عشان كده دايما اول حاجه بيطلبها الطبيب في الشكاوي اللي هي مش واضحه قوي دي مرهق بينعس كتير بينهج، انه يطلب صوره دم كامله عشان يتضح، لان هو ده الشباك اللي يعرف يخش منين على المرض نفسه. بالزبط. دكتور ايه معانا اتصال من استاذه شهد. الو يا استاذه شهد. الو ايوه سؤالك للدكتور ريم. لو سمحتي، هو انا عندي بروتين اس زايد في الدم. عندك ايه يا استاذه شهد؟ بروتين اس زايد. وعندي انزيم بيعمل تفكير البروتين ده. مش سامعه. تكسير البروتين ايه؟ اس. الصوت عن انت بتكلميني عن الموبايل يا شهد؟ ايوه. طب ممكن توقفي في مكان فيه شبكه عشان الصوت بيقطع معانا، مش سامعينك بصوت واضح. تمام. ورجعي تاني بقى قولي البروتين اللي ناقص عندك ايه للدكتور وايه اللي بروتين اس. الو انا عندي بروتين اس زايد في الدم. زايد في الدم تمام. وعندي الانزيم منخفض. الهيموجلوبين عندها منخفض؟ لا الانزيم منخفض. الانزيم بتاعه تمام. فعندي مشاكل في الجينات بتاعت الدم. عندها تمام. مشاكل في جينات الدم. عندك اي سؤال تاني يا شهد؟ عندك سؤال يا دكتور؟ وعندي ارتفاع في ضغط المخ، فانا مش عارفه اركب صمام ولا ايه. لا هو انا ركبته وتسد 4 مرات. لا حضرتك لازم ترجعي لدكتور مخ واعصاب، جراحه مخ واعصاب. بالظبط، ما انا الاول ده حصلت فيها جلطات فركبت الصمام وتسد 4 مرات. فلازم حضرتك في الحاله دي لازم يكون بيتابع دكتور مخ واعصاب ودكتور امراض دم في نفس الوقت، علشان السيوله يظبط السيوله عند حضرتك بحيث انه ما يتكررش ان الصمام كل ما يتركب يتسد.
ألف سلامة حضرتك يا أستاذة شاهد، وشكرا لاتصالك، واسمعي كلام وجهة يعني الدكتورة بتقولك توجهي لطبيب مخ وأعصاب مع دكتور أمراض دم، عشان لازم الاتنين يتابعوا من بعض عشان يعالج كمان المشاكل اللي عندك في الدم. وألف سلامة حضرتك يا أستاذة شاهد. نرجع تاني بقى يا دكتور، زي ما احنا كنا بنتكلم إن الأنيميا والكلام ده كله ليها شروط معينة، مش أنيميا وخلاص، لا هي بيبقى لها تحاليل، وحتى كمان تحاليل دقيقه، يعني مثلا لو في نسبه انيميا في كمان نسبه نشوف نسبه الحديد والكلام ده كله. ايه تاني بقى يا دكتور؟ من ضمن احنا كنا ذكرنا قبل كده اللي هو فصل البلازما. بالظبط. من الحاجات المهمه في فصل البلازما ان انا باخد فاكتور 8 اللي هو بيعالج الهيموفيليا. الهيموفيليا دي مش انيميا. الهيموفيليا مش انيميا، هي مش انيميا، هي نقص في فاكتور من او عامل من العوامل اللي بتعمل التجلط. فلو العامل ده مش موجود، فبالتالي الطفل ده لما بيجي مثلا في وقت الطهور او يتعور او كده ممكن ينزف حتى الموت. اذا ما اخدش الفاكتور ده. فدي طب ده بتعمل له تحاليل معينه، يعني مثلا الطفل يا دكتور اللي بيروح زي ما حضرتك بتقولي الطاهر بيبقى له ولا بان في تحاليل جينات معينه ولا ايه؟ يعني مين الاشخاص اللي نقدر نقول لهم لا اهتموا بالطفل بتاعكم لما تيجوا تعملوا موضوع الطهاره، لا اعملوا التحاليل الاول قبل ما تعملوا موضوع الطهاره؟ هو حاليا بينصح ان احنا الطفل ما يطهرش على طول بعد الولاده على طول، ونستنى شوية علشان نطمن ان الطفل ده ما عندوش لا قدر الله هيموفيليا او كده. طبعا بيتعمل اختبارات علشان نعرف هو بيتقاس فاكتور فاكتور 8 بيتقاس يعني. ولو اكتشفنا انه عنده مشكلة هو بيعيش على فاكتور 8 بعد كده طول عمره.